بك يوم الخميس ان شاء الله مع وصفه اخرى من وصفات بلادي. اللحظه غادي نمشيو نستقبلوا فنانه راقيه جدا ضيفه ليلى الشوي فقره نجوم ونجوم. هي بيان بالعياشي جاتنا هي ولا موندولين ديالها ياك؟ وانا سعيده جدا الحضور ديالها وكل ما جابتهاش سميره كنت نتقلق عليها لان البارح اتصلت بها التليفون بالليل وما جاوبتني. اذا صوت واداء وجمال جانا اليوم من المنطقه الشرقيه من المغرب وبالضبط من وجده. حاضره معنا بيان بالعياشي، مرحبا بك اميره الطرب الغرناطي، امير يعني سفيره لهذا الفن هذا داخل وخارج المغرب، مرحبا بك معنا في صباحيه الجزائر. شكرا جزيلا لكم لهذا التقديم لسميره على ليلى. انا جيت سعيده لحضوري معكم لثاني مره، نتمنى انها ما تكونش الاخيره، يعني جامي 203 عمرها ما تكون الاخرى، لان ان شاء الله يا ربي. صباحيات بالنسبه لك هي محطه مهمه في مسارك الفني، لان من خلالها كتطلعي على الجمهور ديال صباحيات وكتقدمي الجديد ديالك الفني، وكذلك حتى لي بروجي ديالك اللي تيكونوا يعني غير في الخيال ديالك والمشاريع، وكتجي وكتقوليها ما كتبخليش لينا بها. الحمد لله انتم كنتوا في الخير عليا، انا اللي جيت هنا الحمد لله كانت اعمال كثيره. قبل ما يفوتني نحيي الجمهور الكريم وكان نتمنى له رمضان مبارك سعيد ولكم كاملين في الطاقم التقني. مرحبا بك لاله بيان. اذا انت جبتي لنا الاله ديالك، شنو بالك نصبحوا على كل المغاربه عاد نقول لهم الجديد ديالك؟ اذا عارفه بانك جايبه وعندك اعمال كثيره غادي نقولها للمشاهدين في هذا الصباح. ليلى لا سمحتي انا غادي نوب على ليلى حديو، غادي نسولها منين جا اللباس الجميل حاضر بعدا من وجده ياك؟ شكرا لك، ديما لا توش وجديه خصها تكون حاضره. كنحيي المصمم الازياء ديالي نبيل مود من مدينه وجده. تحيه ومرحبا بك صباحيه الدزام. شكرا الله يحفظك. تفضلي. غنقدم غير واحد النقيطه غير صغيور، واحد الانقلاب اللي معروف جدا في الطرب الغرناطي اللي هو يا قلبي خلي الحال. وبهذه المناسبه الكريمه نتاع رمضان غادي نبدل غير الكلام غير بيت واحد فقط. تفضلي. احسن صباح هذا كان فقط ارتجال كلمه تسمحوا لي غير حيتاش رمضان. استاذه الموسيقى والتربيه الموسيقيه بمدينه وجده. نعم. انا عارفه بيان بان الموسيقى الغرناطيه هو الحب هو العشق ديالك الكبير، ولكن هذا الشيء ما منعكش انك دير واحد الحاجه مهمه وخطوه كبيره للامام هي انك تجددي فيه. فالجديد بان في مجموعه من الاعمال الاخرى ديالك، ومنهم كلمه عظيمه اللي كانت يعني حدث واحد الدرجه، يعني مجموعه ديال اثير مجموعه ديال الاذاعات المغربيه سمعناها عليهم. فاش يمكن تقولي لنا على كلمه عظيمه وعلاش هذا التجديد بالضبط في الغرناطي من جهه كنتي؟ التجديد كنقول لكم جا هنا من انطلاقه من صباحيه الدوزام. كنت دزت ديجا وكانت سولتني سميره قالت لي علاش ماشي واحد القرص، وافكتيفمون كنت غادي نديرو في الجزائر الى عقلتو. مشيت للدار وبابا كان شاف الحلقه نتاع صباحيات، قال لي بنتي بغيت نفهم علاش بغيتي تمشي للجزائر، واش ما كاينش الموسيقيين هنا في المغرب؟ قلت له لا كاين. قال لي ودابا هادشي اللي غادي تسجليه شنو؟ سابيل كوبي كولي، ديجا الناس دايرين. قلت له ايه. قال لي انت ما عندك حتى حاجه ديالك باغيه ديريها؟ قال لي هادشي لحقاش ديجا كان حيتاش كما قلت لكم من قبل عندي الاهتمام بالموسيقى كلها، الانواع كلها تاع الموسيقى عزيزه عليا، واخا الغرناطي هو اللي فوالا كنحماق عليها. دونك كنوظفها حتى في طريقه الغناء، شي مره كنغني طريقه كلاسيك يا طريقه. دونك من تما قلت الى فريمون غيزون، دونك من تما بدات الفكره وقلت صافي غادي نبدا نشتغل. واول مره باش بدا التجديد بدا في واحد الكور ميتراج في واحد الفيلم سينمائي للمخرج فريد الركراكي. كان اقترح لي انني ندير الموسيقى نغنيها بطريقه غرناطيه وكلاسيكيه. وإل ما امبوزي في الاخير في الجينيريك اغنيه الله يا مولانا، ديجا كانوا عاودوا لها الاعاده.
لا شوية. هو اللي كان جديد في في الموسيقى، الموسيقى كانت جديده واللي تاع تقدر تكون غرناطيه او لا. الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، حالي ما يخفاك يا الواحد ربي. رائع ممتاز بحال هكذا. دونك كانت غير بطريقه جات مع على حساب لو تيم تاع لو كوميتاج، وهذه كانت اول تجربه ليا اللي كانت توزيع للصديق والاستاذ لطفي المير واحمد زايد، ومن هنا بدات الانطلاقه. موراها قلنا علاش ما نديروش اغنيه اخرى. واحد النهار كنت غير كنردد في الله، الله هي الكلمه عظيمه، درنا لها توزيع جديد. يعني كانت ان بو دو جاز، ان بو دو غوسبل، فيها شويه غادي نخليو المشاهدين يسمعوا منها شويه ونرجع نكملوا الحوار دي، واخا ما غاديش يسخاو بها باين. نرجع نكملوا الحوار معك. بسم الله تعايا في هذه الحالات، عند الله دهوي ويسالوا صداتي. بسم الله تعايا في هذه الحالات، عند الله دهوي ويسالوا صداتي. اغنيه جميله جدا بالصوت ديالك وبهذا الجديد. انا بغيت نسولك علاش هذا الجديد بالضبط، يعني انت واش راضيه عليه حقا؟ انا بالنسبه لي ماشي غير راضيه عليه، وكنتحمل المسؤوليه ديالو، لان انا استاذه وعندي تلاميذ، ودوك التلاميذ عندهم واحد العمر معين. كنشوفهم، معليش غير واحد المثال بسيط. في اخر السنه كما كتعرفوا كنساليو البروغرام كله، كيكون عندنا كل واحد شنو كيدير. انا في ذاك النهار درت لهم مسابقه ما بين البنات وما بين الاولاد، درت لهم واحد كيبدا اغنيه مثلا الحرف اللي كيسالي فيه سلف الالف او لا المجموعه الاخرى اخرى كتبدا منه. شنو كيبقاو كيغنيو لي هاد الاغاني كلها الجديده اللي هي خفيفه جدا. منين وقفوا الاولاد هادو، منين وقفوا في حرف الياء داروا يا قلبي خلي الحاء. منين جا في حرف الحاء حرمت بك نعاسيا، سا ما في فريمون بليزير. سعدت هاد الوليدات اللي كيبغيو نجيو تقرينا حتى حنا. مرحبا. دونك هاد المسؤوليه بعيان، لانك كتدوز المشعل ديال هاد التراث الغرناطي الجميل جدا لهاد الاجيال القديمه. يعني كان انا جو ترافاي دون لي دو سونس. دابا كان الاغنيه الغرناطيه باقيه كتكون بلديه بالقواعد نتاعها، ملي كيكونوا مهرجانات او لا شي في التلفازه مثلا كدوزي. ملي كيكون عندي هذا محتاج ابداع، الابداع كل واحد حر فيه كيدير فيه اللي بغى. اولا دابا انا في صدد انجاز الالبوم، هذا هو العمل الجديد ديالي، لانني كندير بارك الله فيك. دونك كندير البوم من كلمات جديده، الحان جديده، وهذه تكون بلاتوش الغرناطيه في الغناء ديالي. يعني دوك الزخارف رسول الله، لا هذا البوم كله جديد. الحرميه رسول الله درتها في رمضان، راه كاينه في الموقع اليوتيوب حتى هي بتوزيع جديد. تبارك الله عليك. انا عرفت بانك تقومي بمجموعه من الحفلات داخل وخارج المغرب، ومؤخرا كنت بمدينه الدار البيضاء في حفل خيري كبير جدا، فشنو كلك تقولي لنا عليه على هذا الحفل هذا؟ كنحييهم بزاف في شخص الرئيسه نتاع الجمعيه لطيفه شريف وسناء بن حمد، كنحييهم هذا المنبر لانهم عطوني فرصه باش نشارك في هذا العمل الخيري، واللي كانت لاله سميره شرفتنا بالحضور نتاعها وهي اللي قدمته. بلاطو كان جد متميز، كان فيها عبد الرحيم السويري، سي محمد العثماني، عبد الله الشرادي، الحضره الشاونيه، لاكورال دو دار الاله برئاسه عبد الحميد السماعي. دونك
دونك يافي لا ما كان فوالا كان ان سول بلاطو درنا الانواع التراثيه كامله وكلشي كيغني صحاب الاندلسي كيغنيو الغرناطي والشاويه اكثر من ممتع والغايه نبيله جدا الحضور كان تبارك الله الجماهير جات و ايزون ديفوندو هاد سيتي بور لا بون كوز دونك الحمد لله دازت سهره جميله جدا ومشات كلها لي فام كونفيرونس تبارك الله فيك. غادي قبل ما نختموا معك عندك واحد العمل اخر اللي هو مع سين عمال الحلو اللي غادي يتبث على مجموعه من القنوات العربيه فغير باختصار شنو يمكن لك تقول لا ماشي غير العربيه هذا واحد البرنامج كي سميتو ميوزيك فواياجر سي اون برودكسيون امريكان واللي تكلف لا برودكسيون هنايا اول بلد عربي اختاروا المغرب كان تكلف به الغنيين على التعريف سين عمال الحلو اللي كنوجه له التحيه من هذا المنبر من غير انه موسيقار معروف ومتمكن تبارك الله فهو عنده كذلك اللغه الانجليزيه فوالا دونك هو اللي دار التقديم باللغه وهي اللي تكلف بالكتوت لا برودكسيون مع الترجمه اللي جميل في هذا البرنامج انه كيبين التنوع ديالنا اللي كاين في المغرب من الموسيقى التراثيه من الموسيقى المغربيه من الموسيقى عرفتي فرحتيني بيان حيت كنت دائما تنقول ليه سفير الاغنيه المغربيه ودابا برهن بانه سفير لا لا بصح هذا البرنامج غادي يتضاعف في 120 بلد واكثر من 650 قناه من بينها قناه ثانيه ان شاء الله يا انا بيان كنشكرك بزاف على الحضور ديالك شكرا لكم على الاستضافه قلت الله يدخل عليك الصحه دائما وبتيسير باش ما تمنيتي وكنشكر كل الشكر اكيد للام والاب ديالك لان بسببهم دخلتي لهذا الميدان هذا وبسببهم حنايا كنتمتعوا بالحس الفني والذوق الرفيع ديالك فشكرا لهم شكرا ورمضان كريم شكرا كريم شكرا كريم شكرا نشكرها بالنيابه على الاباء ديال الوليدات اللي عندها في القسم ديالها اللي يعني حامله المسؤوليه والهم ديال يعني انها تورث لهم الثقافي ديالنا الغرناطي شكرا لك باين مره اخرى وشكرا كذلك الاعمال الخيريه اللي تقومي بها في سبيل السيدات المصابات بمرض السرطان ما كراش غير الوقت عطيني غير الوقت اللي نقول بان السيده بالعياشي غدا غادي تكلمنا على الفرق ما بين منتوجات بيو المنتوجات الطبيعيه الشيف هادي غادي تحضر لنا بقواعدها شوربه ديال السمك ليلى شوي ليلى حدي وعاد لنا على مسلمات ازياء متالقه ساره البوسمكي اللي جايه من مدينه النضر الكل والمزيد صباحيه دزام نهاركم مبروك وصيامكم مقبول باذن الله تفضلي ليلى بيان كنهدي لكم هذا الموال كنهدي المشاهدين الكرام ونبغيكم عفاكم تغنيو معايا واحد القطع صغير انا دايره الجبنيه غرباتي غزاله عندك حتى هي ألف صلاة ألف صلاة عليك رسول الله رسول الله الحرم يا حبيب الله حرم جيت عند قصد سيدي ويا حبيب الله حرم جيت عند قصد يا صاحب الشفاعة المجال يا صاحب الشفاعة المجال خوفي بزلتي نتمرمتي يوم الوقوف عند الله يوم الوقوف عند الله عاري عليك يا محمد عارو الغلام على مولاه حرمي يا رسول الله حرمي يا حبيب الله حرمي جيت عن ذي قصد سيدي ويا حبيب الله